السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحدثنا في الأسبوعين الأخيرين حول حصار فيينا الأول وحصار فيينا الثاني وما تبع هذه الحصارات من قضايا ومشاكل وتبعات مختلفة. اختلف المؤرخون في تقييم الحصار الأول والحصار الثاني، وهل انتهت الحصارات هذه بهزيمة للعثمانيين حتى انسحبوا، أم انتهت بانتصارات للعثمانيين وحققوا مرادهم. الذي يقول أن العثمانيين انهزموا يعتمد على أن عدة ألوف من الجنود العثمانيين قتلوا وانسحبوا وماتوا أثناء الانسحاب، وأخذ منهم أسرى ووصلوا إلى ألمانيا وبقية الدول الأوروبية كما تحدثنا في الأسبوع الأخير. والذي يتحدث أن العثمانيين قد انتصروا قال أن العثمانيين أتوا للحصار والعودة وإثبات الوجود وإثبات القدرات وإظهار القدرة لغير النمساويين أيضا والحصول على حق الوجود في المجر، وبقوا في المجر وحصلوا على جزية سنوية حوالي 5 ملايين يورو بأسعار اليوم، وهابهم الناس بعد ذلك. إذن الأمر يختلف كثيرا جدا ما بين من قال أنه انهزم ومن من قال أنه انتصر. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحل. 1683 كانت بداية حصار فيينا الثاني، 1689 انتهت حصار فيينا الثاني، ولكن بدأ الانسحاب من بودابست بناء على اتفاقية السلام الموجودة، بدأ الانسحاب من مدينة موهاكس، بدأ الانسحاب من مدينة زنتا. كل هذه الإجراءات كلفت الجيوش الأوروبية كثير من طاقاتها المالية والبشرية أيضا. ثم مات الملك أسبانيا. كما قلنا أن أسبانيا لا تنتهي في هذا العصر القديم عند حدود أسبانيا الحالية، ولكنها كانت تمتد شمالا حتى هولندا، وهذه المنطقة الإسبانية مات الملك دون وريث، وبدأ الصراع على ميراث الدولة الإسبانية القديمة. النمسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا تشكل محورا في الصراع، فرنسا وكولونيا وبافاريا والمجر تشكل محور ثاني للصراع. فتم الصراع بين شمال وجنوب القارة الأوروبية حول ميراث الدولة الهولندية بعد وفاة ملكها كارل الأول. هذه الصراعات دامت من عام 1701 بعد سنتين من انتهاء الحصار العثماني وتبعاته العسكرية، واستمر حتى عام 1714. بعد استهلاك قوة الجيوش الموجودة كان من الضروري على الجيوش الأوروبية أن تجدد من طاقاتها من جديد، وهنا بدأ البحث من الألمان حول الطاقة والاستفادة من الوجود العثماني آنذاك. لما ألمانيا والملك فريدريش فيلهلم الأول يطلب من الحكومة العثمانية أن تساعده في إعادة بناء الجيش البرويسي، هذا لا يعني أبدا أن هناك اعتراف بهزيمة العثمانيين. أنا لا أطلب الدعم والمساعدة من المهزوم، لكن أطلب هذا من القوي. فما زالت الدولة العثمانية في نظر الأوروبيين، على الأقل في نظر فريدريش فيلهلم الأول، أنها دولة قوية. فأرسل في عام 1724 وفدا إلى الأستانة إلى إسطنبول لتطلب مجموعة من الخيول ومجموعة من الخيالة ومجموعة من المدربين لتجديد الجيش الألماني أو البرويسي آنذاك. وصله حوالي 1000 جندي من إسطنبول، من ألبانيا، من البوسنة، ومن الجنود التتاريين، وخدموا في الجيش البرويسي منذ ذلك الحين. وكان الملك فريدريش فيلهلم الأول سعيد وفخور بهؤلاء الرجال الطوال. نعرف أن البنادق القديمة كانت طويلة للغاية، وحتى يسهل تصويبها يجب أن يكون الذي يمسكها
كلما كان طويلا كلما تمكن من التصويب أفضل، فكان يفخر برجاله الطوال كما يسميهم الجواهر الطويلة. وخدموا في الجيش في مجموعتين اثنتين، في الوحدة الأولانن ووحدة الهوزارن. الهوزار هذه مجموعة من التتاريين، منطقة من السكان من الفرسان يقفزون على الخيل حتى الآن بدون سراج وبدون كسوة على الخيل. والمجموعة الثانية هي مجموعة الأغلانن، والأولانن أو الغلمانن هم من هذه التعبير الغلمان دخل إلى اللغة البروسية. جميل أن نذكر هنا أن هذه الوحدات في هذه الفترة 1724 كان لهم إمام عثماني اسمه الملازم عثمان، مسؤول عن الحالة الدينية والحالة النفسية للجنود المسلمين في الجيش البروسي. إذا انتقلنا إلى الآن العدد الأكبر بكثير من الجنود المسلمين في الجيش الألماني، ولكن ليست لهم الرعاية النفسية ولا الدينية، وليس لهم إمام من الجيش يرعى أمورهم كما لبقية الأديان أئمة يرعون أمورهم. هذا الجيش وهذه الوحدات كانت مقرها في مدينة بوتسدام، حتى أن بعد 6 سنوات وفي عام 1730 قرر الملك فريدريش فيلهلم أن يؤسس لهم مسجدا، فأسس لهم مسجدا بجوار كنيسة الجيش، وكان يفتخر بأن المسلمين يقيمون عنده شعائرهم الدينية. وكان يزعجهم أنهم يقيمون شعائرهم الدينية يوم الجمعة وأن النصارى يقيمونها يوم الأحد، فكان يتمنى الرجل أن يقيم المسلمون شعائرهم الدينية يوم الأحد حتى يصلي الجميع لإله واحد كل منهم بطريقته الخاصة. نعم الحمد لله رب العالمين أن المسلمين أصروا أن يوم الجمعة لا يتحول إلى يوم الأحد، وإلا لو وجدنا الآن قوانين في ألمانيا تلزمنا بصلاة الجمعة في أيام الأحد. جميل أيضا أن نرى أن الملك كتب بخط يده في شهر يونيو 1740 بعد 10 سنوات من تأسيس المسجد أن جميع الأديان وأتباع الأديان من السمو المتشابه مع بعضه البعض في الأخلاقيات، طالما أن أتباع الأديان يلتزمون بالأديان وبنصوصها. ثم يقول في نفس الرسالة: فإذا ما أتانا الأتراك يوما وأقاموا عندنا في ألمانيا سننشئ لهم مساجدهم وأماكن عبادتهم. هذه رسالة بخط يد الملك ما زالت موجودة في المتحف البروسي في برلين، وصورة الوثيقة يراها الإخوة إن شاء الله. إذن أسأل نفسي الآن، ماذا فعل هؤلاء الجنود في مدى 16 سنة من 1724 إلى 1740 ليكتب الملك تمجيدا لهذه الوحدات وينشئ لهم مسجدا بعد 6 سنوات، ثم يعد بعد 10 سنوات من هذا المسجد أنه إذا أتى عدد أكبر من المسلمين لأقام لهم المساجد على نفقة الدولة. حالنا الآن إذا احتجنا أن ننشئ مسجدا طلبنا لمدة سنوات وعشرات السنوات وأتى الرفض من أكثر من جهة من الجهات الموجودة. نحتاج أن نراجع أنفسنا، لماذا عطاؤنا في ألمانيا وفي هذه البلاد أقل عن أن يستحق نفس التقدير الذي كان عليه عطاء الآباء 1724 حتى أنشأوا لهم المساجد. وعد الملك 1740 بإنشاء المساجد ونفذ وعده في عام 1780 أن شيد المسجد في مدينة شفيتسينغن قريبة من هايدلبرغ بين شتوتغارت وفرانكفورت، وهناك أحد القصور فيه مسجد، والشارع الموازي للمسجد اسمه شارع المسجد. ألمانيا فيها 3 شوارع يطلق عليها شارع المسجد. تحدثنا الحلقة الماضية عن شارع المسجد في مدينة فيورتسبورغ حيث كان يقطن الأسرى الأتراك من حصار فيينا الثاني، ونتحدث اليوم عن شارع المسجد الثاني في مدينة شفيتسينغن الذي شيده الملك لجنوده الذين أقاموا في هذه المنطقة في شفيتسينغن قريبة من هايدلبرغ. الشكل الثاني من حسن التعامل في هذا المجال هو زي الجنود المسلمين. حافظ الهوزار على زيهم الأصيل بالبنطال الواسع وبالطاقية
الصوفية العالية، وحافظ الأولان على غطاء الرأس الدائري الذي ينتهي بشكل مربع، وظلت هذه التقاليد في زي المسلمين في داخل الجيش حتى بعد الحرب العالمية الأولى في عام 1919 حلت هذه الوحدات الموجودة. شارك المسلمون في الجيش البرويسي في عدة معارك وفي عدة احتياجات. قضية أساسية كان هم نموذج الخيالة في الجيش البرويسي، وكان يؤخذ هذا النموذج للافتخار على البقية، وكان الملوك والأمراء يتخذون من هؤلاء الحرس الشخصي لهم لزيادة أمانتهم وزيادة إتقانهم في أعمالهم العسكرية. وفي أثناء هذه المدد وجدنا الكثير من التماثيل، وجدنا الكثير من النصب التذكارية تذكر بوحدات الأولان والهوزارن. طبعا لم يكن كل الأولان والهوزارن من المسلمين، المسلمون كانوا حوالي 1000 جندي في وسط هذه المجموعة، معظمهم من الخيالة أصحاب الإبداع في ركوب الخيل وفي القتال وفي الحماية الموجودة. بعض التماثيل نجدها حتى الآن مثل في مدينة هامبورغ، وبعض التماثيل مثل في مدينة بون شيدت في عام 1930 ثم صهرت في الحرب العالمية الثانية في عام 1940 حتى تصنع منها القنابل للحرب العالمية الثانية، ثم قام الفرنسيون بوضع لوحات من الرصاص في مدينة بون تذكيرا بهذه الوحدات التي كانت موجودة يوما من الأيام في مدينة بون في عام 1963. هناك عندنا في ألمانيا حوالي 98 شارع من شوارع الألمانية اسمها الهوزارنشتراسة أو الأولالنشتراسة، أو أراضي التدريب القديمة التي كان يدرب فيها الخيل والخيالة ما زالت موجودة في بعض المناطق يمكن زيارتها. شاركت هذه الوحدات أيضا في صد الهجمات في الحرب العالمية الأولى مثل مدينة بروسن أولتندورف القريبة من مدينة أوسنابروك في عام 1914. تواجه الجيشين، الجيش الألماني مع الجيش الفرنسي، والتاريخ يسجل هذا الأمر مع كثير من المعارك الأخرى التي أتت هنا. القياصرة كانوا يزورون هذه الوحدات لنموذجيتها مثل مدينة أنسبخ في بايرن في عام 1905، يكون هناك استعراض عسكري قوي لمجموعة الهوزارن بوجود القيصر. حتى ملك هانوفر أوغست الذي يصل إلى محطة القطار في هانوفر في نفس الميدان المحطة، يجلس أوغست على خيله المنتصر وهو يرتدي ملابس الهوزارن. يظهر أن الافتخار بهذا جميعا كان لفترة طويلة. من أسباب الافتخار أيضا بهذه الوحدات وما أتى للوحدات بمشاكل بعد ذلك بنفس الوقت هو حملة نابليون الذي كان يجتهد أن يشكل مملكته الكبرى في أوروبا ليكون قيصرا أوروبيا. بعد الثورة الفرنسية صارت الثورة للأخوة والمساواة والعدالة، مبادئ جميلة، ولكن أصحاب النفوذ من الملوك والأمراء في أوروبا خافوا من هذه الثورة والجمهورية أن تنتقل إلى بقية بلدانهم. وكان نابليون من الذكاء بعدما أسس الجمهورية أنه أيضا نصب نفسه قيصرا، طبعا نصب نفسه قيصرا بالذهب، وأتى بالمعطف القديم لكارل الأكبر شارلمان، وأتى بصولجان شارلمان، وأتى بالبابا ضيفا، ومنع أن البابا هو الذي يلبسه التاج، فلبس بنفسه التاج وألبس هو زوجته التاج، وكان البابا ضيفا بطريقة حتى يظهر الانفصال بين الدين والدولة في هذه الأيام. ثم تحرك نابليون في طريقه إلى روسيا حتى يفتح كل هذه المنطقة ويوحد المنطقة في قيصرية واحدة. وفي أثناء حركته في ألمانيا ساعد الملوك في كل ألمانيا بحركة نابليون، فتحوا له أبواب واستقبلوا أحسن استقبال الذين يتمنون الجمهورية
فقد أتى يمثل الجمهورية، ومن كان يتمنى بقاء الملكية أتى بهذه القيصرية وبالذهب معه ومحاط به. فالكل سعد بحركة نابليون وهو في طريقه إلى روسيا، وأخذ معه أيضا جنود من بعض المدن وبعض الولايات في ألمانيا. لم يهزم نابليون في معركة واحدة لأنه ما كان في معارك أصلا مستعدة أن تقاومه. وأول مرة يهزم فيها نابليون كان في مدينة أيلاو، مدينة ألمانية بروسية آنذاك، ولكنها الآن تخضع لبولندا قريبا من مدينة جدانسك أو دانسك. في يوم 7 و 8 فبراير 1807 هزم نابليون للمرة الأولى، ولما نظروا في الجيش المقابل له وجدوا فيه الهوزار المسلمين، وتعجب الناس من استبسال الهوزار في حربهم ضد نابليون، وهم ليسوا أصحاب الأرض، هم جنود مستقدمون من الخارج. فسئلوا لماذا هذا الاستبسال، فقالوا استبسلنا شكرا لملكنا. ثم تحدثوا عن 3 عناصر أساسية لهذا الشكر ولهذا الاستبسال والانتصار على نابليون. أولا، شكرا لملكنا أن منحنا وطنا، قيمة المواطنة والعيش في أمان في دولة، أذن لأولئك الوافدين أن يستبسلوا غير أصحاب البلد الأصليين، وأذن لنا بالصلاة. لما الملك شيد لهم المسجد في عام 1730 وبنى لهم مسجدا في عام 1780 ووعد ببناء المساجد في عام 1740، زاد من حماسة المسلمين أنهم ضيوف ليسوا ثقال على المجتمع، ولكن ضيوف مرحب بهم في المجتمع، أنهم عضو في المجتمع، أن خير المجتمع يصنعونه مع المجتمع ويستفيدون منهم، وأن الأذى في المجتمع هم يعانون منه كما يعاني بقية أفراد المجتمع. فاستبسلوا المحافظة على هذه الخيرات. والعنصر الثالث، أن علينا واجب القنطرة الحضارية بين الشرق والغرب. نحن نمثل الحضارة العثمانية، نمثل الحضارة الألبانية، نمثل الحضارة البوسنية، نمثل الحضارة الإسلامية على أرض ألمانيا في هذه الأيام. لما وجدوا أن أنفسهم يمثلوا هذه الحضارة ينقلونها من هناك إلى هنا ونقل من هنا إلى هناك، قاموا بالاستبسال محافظة على هذه الحضارة التي يستقون منها أو التي يعطون فيها. سؤال أسأله لنفسي ولجيلي من المسلمين الآن المقيمين في الغرب، هل يمكننا بكل صدق أن نجيب نفس الإجابة هذه بعد أكثر من 210 سنة؟ أننا ندافع عن بلادنا في إيطاليا، في هولندا، في سويسرا، في النرويج، في السويد، في ألمانيا، في فرنسا، في أي منطقة، أن لنا هنا وطنا وأذن لنا بالصلاة، وأني أعبر عن قنطرة حضارية بين مجتمعين. وكلنا الذين يقيمون في الغرب صار لنا فيها وطن، الذي حصل على الجنسية بعد فترة، أو أخذ الجنسية بالميلاد، أو أخذ الجنسية بالهدايا، الذي تجنس له وطن، والمقيم إقامة دائمة له وطن، وأذن لنا بالصلاة، لم يمنع إنسان من الصلاة هذه الأيام. قد يكون هناك مشاكل في تشييد المساجد وفي شروطها وفي أحجامها وفي نفقاتها وفي إداراتها، ولكن مبدأ الصلاة لم يمسه أي إنسان حتى الآن. والواجب الثالث واجب ذاتي، أني أنا قنطرة بين حضارتين وبين ثقافتين، وأنقل الخير إلى هذه البلاد، وإن وجدت هنا خيرا أنقله لبلادي هناك. نموذج رائع من هؤلاء المسلمين، وصاروا يميزوا في داخل الجيوش الألمانية. والذي يعرف شكل العلم الألماني، البرويسي القديم كان من اللونين الأبيض والأسود، الآن العلم الألماني فيه الألوان الثلاثة، الأسود والأحمر والذهبي. ولنعلم الآن أن هذه الألوان الثلاثة هي ألوان الملابس العسكرية لجنود الهوزارن، ملابسهم كانت تحمل الألوان الثلاثة، ولاستبسالهم في تأسيس هذه الدولة وحمايتها
أخذت هذه الألوان الثلاثة من ملابس الهوزار، كان ضمنهم المسلمين، ووضعت في العلم الألماني ليمجد طول الوقت. هل نشعر بهذا التمجيد في حياتنا؟ هل نجد أننا نستحق أن نقدم لهذه المجتمعات ما يفيد المجتمع وما نستفيد نحن منهم ويفيد الأجيال من بعدنا من المسلمين أيضا ومن غير المسلمين؟ ليس هذا من واجباتنا؟ إذا نظرنا في الشوارع الألمانية لوجدنا إلى الآن هذه النصب التذكارية لتذكر باستبسال الهوزار والأولان من أسماء الشوارع أو من التماثيل أو من بعض المناطق الموجودة. قد نجدها الآن الهوزار أكثرها في حفلات التنكرية، في الموسيقى والسير في الشوارع بالبدل المزركشة. ما زالوا يحملون اسم الهوزار في كثير من المناطق، وصارت مركزة الآن في القضايا الموسيقية في الفرق الموسيقية الشعبية وغيرها. ولكن استبسالهم وصل أنهم انتصروا على نابليون، ولما كسر نابليون في هذه المعركة علم العالم أن نابليون ليس صاحب الجيش الذي لا يقهر. فلما وصل إلى موسكو قهر قبل الوصول إلى موسكو وانتهت معركه. وفي أثناء عودة نابليون من موسكو مهزوما، بدأت المدن التي كانت تستقبله استقبال الفاتحين تتبرأ منه وتعتدي عليه وتحب أن تنتقم مما حدث في هذه المرحلة، والهوزار يرافقونه ويلاحقونه. هذا أدى في النهاية بعد انتصار الهوزار أن شعر الغرب بهذه القوة من جديد. نذكر كيف شعر الغرب في يوم الأيام بقوة المسلمين قبيل الحروب الصليبية، فقامت الحروب الصليبية لتحجيم هذه القوة. هنا أيضا صار للهوزار قوة موجودة في وحداتهم العسكرية، فانشقت الوحدة الهوزار إلى وحدتين، وحدة الهوزار الشرقية ومقرها موجود في بولندا، وحدة الهوزار الغربية ومقرها موجود قريب من كولن. وهذه الوحدة القديمة انقسمت وتوزعت على المدن الألمانية والنمساوية، وظلت في هذه الخدمة حتى عام 1919. من بعد الهوزار وجدنا أن المعارك التي عاش فيها المسلمون أو عاش فيها أوروبا في هذه الأثناء كانت أكثر من معركة مع بعضها البعض. المعارك مع الأتراك، الحصار الأول والحصار الثاني، وكثير من المعارك الوسطية الموجودة. على الجهة الغربية محاكم التفتيش من 1400 إلى عام 1800. في النواحي الدينية الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت منذ مارتن لوثر 1517 حتى معاهدة السلام في فيستفالين في 1648. بعدها تأتي المعارك على مع نابليون في الجبهة الغربية والشرقية على السواء، فترات طويلة والناس تعاني في المعارك. ولكن يوم أن فتحت الغرب حياتها لمجموعة من المسلمين، وجدنا أتى كثير من المسلمين يتعلموا في الغرب. فكما أن الملك والقيصر زار أنسباخ في عام 1905 ليحتفل بالمسلمين الموجودين من الهوزار، ففي عام 1905 كان محمد إقبال الشاعر والفيلسوف والسياسي الباكستاني المسلم موجود في ألمانيا يدرس في مدينة هايدلبرغ، وبعدها قدم الدكتوراه في مدينة ميونخ، وما زالت المدينتين تفتخران بوجود محمد إقبال على أراضيها يوم من الأيام. البيت الذي كان يسكن فيه في هايدلبرغ ما زال عليه لوحة تذكارية، جزء من الطريق على ضفاف نهر النيكار سمي بطريق محمد إقبال، حديقة كبيرة على هذا النهر سميت بحديقة الفلسفة لمحمد إقبال، أشعاره منقوشة على الحجر بجوار هذا النهر، ومدينة ميونخ تعترف له أيضا بفضله أن أقامت له عمودا تذكاريا في أحد ميادينها ليذكر بأن هذا الرجل درس هنا نفتخر به، كما افتخر المسلمون قبلها بمئة سنة بأنهم لهم الوطن والصلاة والقنطرة.
تحقق ذلك مع محمد إقبال قبل 110 سنة من الآن، والدور علينا أن نحقق هذا التوازن لنكمل هذه السلسلة من الخيارات المتبادلة، وهكذا تغلق الدائرة أطرافها وحلقاتها. أتى المسلمون تجارا في يوم من الأيام، أتى المسلمون مساعدين في الاقتصاد، أتى المسلمون مدافعين عن الأراضي الألمانية ضد العصابات المجرية، أتى المسلمون بالعلوم إلى ألمانيا وإلى أوروبا، أتى المسلمون جزء من الجيش الألماني، أتى المسلمون بالعلم ويتعلموا من أوروبا هنا، حتى افتخر الجميع بهذا الانتساب وبهذا التواصل. حلقات العلاقات وتاريخ العلاقات الألمانية الإسلامية طويلة للغاية، أكثر مما قلنا، نستكملها في الأسابيع المقبلة إن شاء الرحمن. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.